تم بحمد الله تجهيز مشفيان ميدانيين بداخل سوريا، واحدة في منطقة إعرار التابعة لحلب والقريبة من الحدود التركية، واحدة في منطقة أتارب في أطراف إدلب. كما تم بحمد الله كمان استكمال التجهيزات الطبية لكل من مستشفى عدنان وتل رفعت. بهذه الكلمات بنبدأ فقرتنا النهاردة في نهارك يعني في فقرتنا النهاردة عن الإغاثة الإنسانية في سوريا، والحاجة المهمة جدا دور مصر برغم المشاكل الكتيرة اللي بنمر بيها داخليا، برغم ذلك ما زالت مصر في الريادة، وما زالت مصر يعني بتقف جنب كل الدول العربية، وما زالت مصر لسه هم هناك لما بنروح، زي ما قالوا لنا الدكاترة اللي مشرفينا النهاردة بيقولوا ان ما فيش غير مصر، هم فعلا اللي احنا مستنيينهم يقفوا جنبنا. هيكون معانا دكتور عبد الرحمن جمال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ودكتور مؤمن الشيخ مسؤول قسم تنمية الموارد بلجنة الإغاثة الإنسانية. صباح الخير ونهاركم سعيد. في البداية قبل ما نتكلم عن الشأن السوري والإغاثة والحاجات يعني المتميزة اللي عملتوها، هنتكلم عن دور نقابة الأطباء عموماً. بسم الله الرحمن الرحيم. نقابة أطباء مصر تفخر بأن ليها دائما دور وطني وعروبي وإسلامي واضح، طوال عمرها تحمل هذه المسؤولية. يعني نقدر نقول أن العمل النقابي بالأساس إذا كان مسؤول عن الدفاع عن حقوق أبناء المهنة، فإن نقابة أطباء مصر بما تمثله من قيمة وما نمثله من مهنة إنسانية بالأساس، اهتمينا بالشقين، الجانب النقابي الذي يمثل حقوق الأطباء، والجانب الوطني والعروبي والإسلامي اللي أنا قلت عليه. الحقيقة دوت يعبر عن روح جموع الأطباء. يعني أنا لا أنسى أبدا في أثناء الحملات الانتخابية كنت بمر على المستشفيات في مختلف المحافظات، كان الحقيقة كثير بل معظم الأطباء كانوا يؤكدون علينا على أهمية العمل الإغاثي، العمل الإنساني، وبالتالي وده كان موجود في برنامجنا، في برنامج المجلس المنتخب حديثا، وما زلنا يعني نحمل هذه المسؤولية كما حملها يعني المجلس السابق لنقابة الأطباء. يعني والأيام ديت العمل الإغاثي في كثير من المناطق المنكوبة، وعلى رأسها كانت الصومال والأحداث الدامية التي تحدث في سوريا، يعني كانت على رأس أولويات لجنة الإغاثة الإنسانية، وهي لجنة يعني مستقلة إلى حد ما عن مجلس النقابة، بس بيشرف عليها مجلس نقابة الأطباء، لكنها تعمل بمنتهى الجد والحرص. هي منفصلة ماليا وإداريا عن النقابة، وهي جهة يعني يثق فيها جموع الشعب المصري، ينتظر منها الكثير في العالم مين وفي اللي المناطق بيمول المنكوبة. لجنة الإغاثة؟ الشعب المصري، الشعب الشعب المصري الذي يثق في نقابة الأطباء ويثق في لجنة الإغاثة ودورها، دورها المشرف الحقيقة في كل مناطق العالم. يعني في فلسطين دور لا يخفى على أحد، في أي منطقة تحصل فيها مشاكل خارج مصر، في الصومال، طبعا سوريا هنتحدث بالتفصيل عما يحدث، لكن بصفة عامة دور لجنة الإغاثة في الداخل المصري في كل الأحداث التي مرت بها مصر، في تجهيز المستشفيات الميدانية، في أحداث الثورة، في سيول العريش، في أسوان، في أثناء الزلزال، كان لجنة الإغاثة الإنسانية ليها دور من أكبر الأدوار القومية التي قامت بها أي مؤسسة لا، او مصرية. لما تسافر كمان وتلاقي الناس يعني مستنيينك ان انت مصري وتروح انت اللي تنقذهم، ده بيحملك عبء اكتر كمان، يعني انت بتحس بالمسؤولية تجاه كل الشعوب العربية. اي حاجة تحصل ده يعني لازم ده نروح نشوف يعني اخواتنا دول بيحصل فيهم ايه واحنا اللي نساعدهم. الحقيقة الناس بتنظر لمصر على إنها حقيقي يعني دولة عظمى، يعني الدول التي كان أهملها النظام السابق اللي هي دول حوض النيل اللي كانت بتحدث فيها بعض المشاكل زي الصومال وأثيوبيا، اسم مصر دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم مجهودات لجنة الإغاثة هو اسم كبير جدا جدا، في مؤسسات مقامة هناك باسم مصر، باسم أطباء مصر، في الصومال، في جنوب السودان، في دارفور. الواقع المصري هناك، يعني الناس هناك كانوا يتعاملوا، حتى يعني دكتور مؤمن كان هناك قريبا، الناس بتتعامل مع المصري على انه يعني رمز ومثل لدولة عظمى عربية وإسلامية. طيب دكتور مؤمن،
حضرتك كنت لسه في سوريا ولسه راجع دلوقتي، احنا معانا احصائيات عن اجمالي القتلى بيتجاوز 100 مدني في اليوم، بينهم طبعا كثير من النساء والاطفال، واعداد القتلى الى الان 7500 شخص تقريبا. حضرتك عايزين يعني تشرح لنا الوضع في سوريا دلوقتي عامل ازاي زي ما حضرتك شفته على ارض الواقع، واخر التطورات هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية بنشكر حضرتك أستاذة إيمان وقناتكم الجميلة وبرنامج حضرتكم إن هو استضفنا كلجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء، وإنه بيطرح قضية الملف السوري، وده استجابة لتفاعل الشعب المصري اللي بيمر بهموم كثيرة جدا، ولكن لا يزال تفاعله مع إخوانه وأشقائه في شتى بقاع الأرض يعني لم يقل بسبب المشكلات اللي بيتعرض لها الشعب المصري. حقيقة العدد تجاوز الـ7000 اللي حضرتك بتكلم عنهم، بل فاق 10000 شهيد. والمصادفة ان العدد تزايد اثناء وجود بعثة الجماعة العربية في سوريا من 23 ل 28. العدد تزايد عن الايام الاخرى، يعني تزايد من 7500 ل 10000 في الايام القليله يعني دي. ان كان بمعدل مثلا 20 شهيد يوميا، ففي وجود بعثة الجماعة العربية كان العدد ما يقارب من 30 ل 35 شهيد يوميا في ظل وجود بعثة الجماعة العربية. ولذلك كان الجامعه العربيه طرحت ان يكون في ممثل من لجنه الاغاثه الانسانيه بنقابه الاطباء ضمن الوفد، ولكن اللجنه رفضت يعني نتيجه لاستجابات ما حدث من السوريين، انهم رفضوا وجودنا انه يكون موجود، ولكن كنا موجودين على الارض من خلال المستشفيات الميدانيه ومن خلال الدعم اللي بيقدم على الحدود للاجئين. اعود لنقطه الملف السوري او عدد الضحايا والشهداء اللي موجودين. للاسف الوضع كارثي، ما يحدث يعني في سوريا وما يحدث من المخيمات اللي موجوده في تركيا وفي الاردن وفي لبنان الى جانب اللاجئين اللي موجودين في مصر، العدد بيتزايد يوميا. عندنا عدد كبير جدا من اسر الشهداء، عدد من الأرامل، عدد من الجرحى والمصابين اللي بيحتاجوا العلاج. الحقيقة أن الموضوع كارثي ويفوق ما حدث في ليبيا وما حدث في مصر وما حدث في كل البلاد اللي تمت فيها ثورات، حتى الصومال للأسف الوضع بيفوق ما يحدث في الصومال. فضل عايز أعرف بس شكل الإصابات اللي حضرتك شفتها بتكون عبارة عن إيه؟ يعني ما يحدث في شاشات التلفاز يوميا ويعرض هو قصف، طبعا بيقول لنا طبعا ايه اللي بيحصل، بس انا عايز اعرف يعني حضرتك يعني قصف بالاسلحه الثقيله، يعني من ينجو منهم فيعني اما ينجو باعاقه تكون موجوده او بتر او عاهات مستديمه تكون موجوده، لكن ما يحدث هو دمار وتدمير للانسان بشكل غير عادي. الاصابات اللي موجوده هي العادية خلال مثلا طلق ناري بيكون موجود في البطن أو في الرأس، الحدود ملغمة بشكل بيؤدي إلى بتر في الأعضاء، وده شفناه كتير جدا في المخيمات اللي موجودة في تركيا، والإصابات اللي موجودة في المستشفيات اللي رحنا زرناها في منطقة أنطاكيا، مستشفى اسمها دفنة، وتكفلنا بعلاج بعض الجرحى والمصابين. زي ما كنت حضرتك بتقول لي قبل الهوا ان نتائج الاصابات يعني احنا مش هنشوفها دلوقتي بس، دي لسه نتائجها هنشوفها بعدين في الاجيال اللي جايه كمان. انا بس عايز اقول كلام حضرتك طبعا مظبوط. هرجع بس سنه كده في التاريخ، معلش انا هقدر اقول كده. مدينه حمص اللي هنقول دلوقتي اللي بيحصل فيها، يعني مات على ارضها 300 صحابي، ومات عليها سيدنا خالد بن الوليد، وكانت فخر العالم الإسلامي في يوم من الأيام. منطقة الشام ومقر يعني من أعظم حواضر العالم. في 2 فبراير سنة 82 تم محاصرة مدينة اسمها مدينة حماة، حاصرتها قوات حافظ الأسد بقيادة رفعت الأسد شقيقه لمدة 28 يوم. خلال 28 تم قصف هذه المدينة بالمدفعية الثقيلة، ثم تم اجتياحها عسكريا كما يجتاح يعني الاستعمار أو العدو مدينة.
تخلف عن ذلك عشرات الالاف من القتل. ده حدث في فتره 82 ما كانش فيها هذا الزخم الاعلامي. هذه الايام تقوم القوات النظاميه للجيش السوري بمحاصره المدن وقصها بالمدفعيه الثقيله واجتياحها. يعني انا لا اظن ان لو اسرائيل حصرت مدينه عربيه او بلده عربيه واجتاحتها سيحدث فيها مثل ما يحدث. انا لن اتكلم في الشان السياسي، ولكن انا برفع الواقع الذي يحدث على الارض، ان العنف الرهيب الذي يمارسه النظام السوري ونراه عيانا سواء على شاشات الفضائيات او يراه الاطباء في المستشفيات الميدانيه، لا اجد له مبررا انسانيا الا ان هو حاجه اكبر او وراء اخماد معارضه او اخماد ثوره. هي حرب لم يطلق هذا النظام الذي اطلق على نفسه في يوم من الايام نظام ممانعه رصاصه واحده على مدار عشرات السنين في وجه اسرائيل، وفي بضعه اشهر قليله في 11 شهر قام باستخدام كل أسلحته الثقيلة في قصف المدن السورية. الواقع على الأرض واقع صعب جدا. سوريا إن شاء الله يعني سينهار هذا النظام، سينهار، ولكن سوريا ستخرج من حرب طاحنة. عدد القتلى هو حوالي تجاوز 10,000، بما يجاوز 1,000 قتيل شهريا. عدد المعتقلين تجاوز 50,000 معتقل. عدد المفقودين دي هذه إحصائيات نقابة أطباء مصر ولجنة الإغاثة. عدد المفقودين اللي مش معروف هم معتقلين أو قتلى تجاوز 20,000. عدد المهجرين تجاوز حد 100,000، يعني 50,000 فقط في الأردن، حوالي 30,000 في تركيا. مصر فيها عدد قليل طبعا، إحنا يعني نعتذر إلى الله عز وجل أولا وإلى إخواننا وواجبنا، إن إحنا عندنا في مصر هم كبير وإصلاح البلد والقيام بواجباتنا، ولكن مصر فيها عدد أقل عدد من اللاجئين، حوالي 500 لاجئ على الأرض. إقامة مستشفيات ميدانية داخل سوريا من أصعب ما يمكن. المستشفيات يتم قصفها بوحشية. يعني دي تاني قافلة سافرت امبارح، على رأسها دكتور عبد الله الكاريوني عضو مجلس نقابة الأطباء، والدكتور أحمد حسين أيضا عضو المجلس، قاموا بالسفر إلى الحدود السورية امبارح مع محاولات لإقامة أول مستشفى ميداني في الداخل السوري في مدينة حلب. ويعني لم يتم حتى الآن توفير غطاء دولي أو لوجستي لإقامة منطقة معزولة، يعني كما يحدث في أعتى الحروب. يعني أعتى الحروب التي يعني يقاتلنا فيها الأعداء أو إسرائيل حتى، يبقى في مكان للناس تعالج يعني يمكن فيه يعني. ولكن هذا النظام الفاشي الذي له خلفيات الله وحده أعلم بها يقوم بعملية يعني حرب إبادة شاملة لا يقوم بها حتى اليهود أنفسهم. تمام، هم سافر بعثتين، في بعثة الأولانية كان فيها الدكتور مؤمن ودي رجعت ورفعت واقع وعملت شوية أعمال على الأرض، هو ممكن يحدثنا عنها. البعثة الثانية سافرت امبارح لمحاورة تطوير المهمة. كم بعثة فاضل يعني لسه؟ كم بعثة تانية؟ احنا مستمرين. أنا بقول لحضرتك الموضوع هيبقى موضوع فعلا لونج تيرم. ستخرج سوريا مدمره، بنيه تحتيه، قرى متشاله من على الخريطه، مدن مدمره بالكامل، الاف المعاقين ويعني والمصابين اصابات فادحه، فالموضوع كبير. الشعب المصري الحقيقه في غضون ايام، اعتقد دكتور مؤمن هو مسؤول لجنه تنميه الموارد، في غضون ايام بتتجمع، يعني لجنه الاغاثه قالت سوريا، فتجمع الملايين الحقيقه لنصره الشعب السوري. تمام، وبتستعين طبعا باطباء سوريين معاكوا في الحمله المصريه صح؟ تمام. يعني في الحقيقه الناس بيسالوا عن السوريين فين؟ بيقولوا فين السوريين؟ الازمه يعني دخلت في العام الاول، ومن احنا بنعمل منذ مثلا ما يقرب من 4 أو 5 شهور، والاعلام بدا يتحدث قريبا عن الملف السوري، ولكن السوريين انفسهم جاؤوا من كل بلدان العالم وتجمعوا سواء في تركيا او في لبنان، وقدموا الدعم المادي والعيني لاشقائهم في الداخل، ولكن الاحتياجات اكبر بكثير. ما جمعته لجنه الاغاثه وما قدمه الشعب المصري يعني جهد مشكور، ولكن ما زال الاحتياجات كثيره.
ويمكن نعطي لحضرتك بعض التقارير اللي احنا رفعناها، والاحتياجات يعني تفوق الـ5 مليون دولار لإقامة مستشفيات ميدانية ومشروع السلال الغذائية وأكياس الدم. في الحقيقة الاحتياجات كثيرة جدا، ويعني نحتاج يعني إلى فترات طويلة لمعالجة ما حدث في سوريا في الداخل. طيب عشان الناس بس تبقى عارفين، عايزين نوضح للناس مفهوم العمل الإغاثي اللي بتتبناه نقابة الأطباء، وإيه احتياجاتكم يعني عشان برضو نقدر نساعدكم تبقوش لوحدكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقابة الأطباء تنطلق في عملها الإغاثي من 3 منطلقات. المنطلق الأول أن هذه نقابة الأطباء، يعني هي أسمى مهنة وجدت، هي مهنة تقديم الخدمة الطبية وإغاثة الملهوف، وليس هناك يعني أقرب لنا كمصريين مثل أشقائنا السوريين. عندنا المنطلق العروبي الواضح اللي هو لا يختلف عليه أي اثنين، ولدينا المنطلق الإسلامي الذي يعني يشمل جميع أشقائنا، والمنطلق الإنساني. من هذا المنطلق يعني تتبنى نقابة الأطباء كل قضاياها الإنسانية بدون النظر إلى طبعا اللون أو العرق أو الجنس. كل أعمال لجنة الإغاثة، يعني الشعب المصري شعب معطاء بطريقة يعني، بس هو لقى مؤسسة يثق فيها، مؤسسة بتقوم بخطوات فعالة لها تاريخ طويل من العمل الإنساني المشرف. فبتبدأ الحملة باسم دولة أو مشكلة معينة، فتجد على طول يعني هو بس سوريا يعني على فداحة الوضع اللي هناك، يعني كانت ظروف مصر فيها صعبة جدا زي ما احنا شايفين الواقع، والانشغال بالداخل المصري صعب جدا. ولكن حقيقي انا متأكد ان كل مصري بيتألم وبينزف دما كده وهو بيرى على شاشات التلفزيون ما لم يفعله الإسرائيليين في فلسطين. يعني نرى ما يحدث في سوريا، يعني انا مش متخيل ازاي اي نظام أو فرد يمكن أن يساند يقتل شعبه بالطريقة دي أو يساند هذا النظام. يعني هذا النظام الذي يتخاذل عن إسقاطه، يعني أنا أقول يعني أبسط يعني معاني الإنسانية، هذا ليس له علاقة بأي دين أو طائفة أو عرق. يعني بأنهي منطق أن يحكم نظام شعبه ثم يضربه بالأسلحة الثقيلة؟ يعني طبعا انطلاقا من هذا الواقع المؤلم، يعني وعلى صعوبة الوضع الداخلي، تنطلق لجنة الإغاثة ويقف خلفها مجلس نقابة الأطباء يدعمها بكل قوته لإغاثة الشعب السوري. أنا هوجه بس دعوتين. الدعوة الأولانية لزملائي الأطباء، زملائي الأطباء بيرسلوا لي أنا عشرات الرسائل يوميا على الفيسبوك وعلى الإيميل الشخصي إن هو عايز يجي يعمل حاجة، عايز يروح سوريا مع خطورة الوضع في سوريا. أنا بقول لحضرتك أطباء مصر اللي هم يعني عندهم ما يكفيهم من المشاكل، والنقابة بتحاول تحل كثير من المشاكل المتعلقة بالأطباء، هؤلاء الأطباء والشباب منهم خصيصا والكبار أيضا، ولكن يعني عايزين يبذلوا أي حاجة لسوريا. فأنا بوجه لهم رسالة، يعني إلى حد الآن لجنة الإغاثة بتحاول تتعامل مع الأطباء الأتراك والأطباء السوريين للقيام بالعمل هناك، حتى بس تتضح المعالم قليلا، وأول ما يبقى في باب لن تتوانى يعني نقابة الأطباء ولجنة الإغاثة عن فتح طريق يعني السفر أو التطوع للأطباء المصريين. الرسالة الثانية للشعب المصري اللي هو رغم الظروف الصعبة جدا السياسية والاقتصادية التي نمر بها، إلا أنه يسارع بتقديم يد العون في مثل هذا الأمر. أدعو للمزيد من المساعدة، زي ما قال الدكتور مؤمن الوضع كارثي، عندنا لونج تيرم يعني ترابلز هنحلها إن شاء الله، وإن شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يقر عيوننا كده بانهيار هذا النظام، ونرى في بشار الأسد يعني نهاية كل ظالم. أكيد أكيد ربنا ما بيسيبش أي ظالم. طيب وعن التعاون بشكل عام، يعني هل في تعاون من الأمم المتحدة ولجان الإغاثة العربية ولجنة الإغاثة الدولية، ولا مفيش تعاون؟ في تعاون طبعا دكتور مؤمن، ولا تفاصيل المؤسسات اللي بتتعاون معاهم؟ يعني هو التعاون مع المؤسسات الدولية كلها، في مؤسسة تركية اسمها الإيهاها، دي تعاوننا معاها بشكل قوي جدا. الأمم المتحدة تعاونت معانا في أزمة الصومال، في إقليم دولو ده موجود في الصومال،
وفي داداب في كينيا مخيمات اللاجئين الصوماليين. يعني حدث تعاون ما بيننا وحدث تنسيق من خلال إقامة بعض المستشفيات وتقديم الدعم الطبي والغذائي. يعني ودي النقطة المهمة، إن التعاون مهم جدا بين المؤسسات. أحيانا واحد مؤسسة تاخد الاحتياجات الطبية ومؤسسة تاخد الاحتياجات الغذائية، في النهاية يعني بيكون بإذن الله سبحانه وتعالى في مصلحة المتضرر اللي هو اللي بنتكلم عنه حاليا اللي هو الشعب السوري. ولكن حجم التنسيق إلى الآن يعني مازال ضعيف، لأن كما ذكرت إن الاحتياجات أكبر بكثير مما قدم إلى الآن. طيب عايزين نعرف برضو الناس ازاي بتجمعوا التبرعات، عشان اي حد يعني يحب يتبرع للجمعية بتاعتكو يتبرع، وايه هي ممكن التبرعات ممكن تبقى مادية او عينية او الاثنين او ايه بالظبط؟ هو الاحتياجات حاليا احتياجات مادية، لأن في طلبات بترسل إلينا من خلال أجهزة طبية ومستلزمات وأدوية بنكون بشرائها من الأماكن القريبة سواء من الداخل أو من المناطق الحدودية. التواصل بيكون عن طريق التبرع في مقر نقابة الأطباء 42 شارع القصر العيني أو جميع النقابات الفرعية في الجمهورية، أو رقم حساب اللجنة اللي هو موجود في بنك مصر الكيم تقريبا اللي هو عشان 141 على 240 على 16564، ده رقم حساب لجنة الإغاثة الإنسانية، أو التواصل عبر الأرقام اللي هي موجودة يعني في كل على الموقع بتاعنا أو على صفحتنا على الفيسبوك. طيب ممكن تقول برضو الموقع بتاعك، الموقع بتاع اللجنة اللي هو لجنة الإغاثة الإنسانية، بس الموقع يكتب لجنة الإغاثة الإنسانية الموقع والصفحة على الفيسبوك بتاعتنا، أو من خلال بعض الأرقام اللي هي ممكن أذكرها لو ينفع، اللي هي تبع اللجنة يعني اللي هو 010 15 15 15 75، أو 010 15 15 85. دي أرقام تابعة للجنة. الأمر اللي الناس بتسأل عنه إن فعلا المساعدات دي تصل، وما قدم إلى الآن من لجنة الإغاثة الإنسانية يعني أسرده سريعا بالنسبة للاجئين السوريين في مصر، إحنا نكفل الأسر الموجودة أغلبها في مصر سواء إقامة أو تكفل بعلاج، نكفل الأسر اللي موجودة على الحدود التركية والحدود اللبنانية والأردنية. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم سيتم إنشاء مستشفى ميداني في على الحدود في الأردن، والمستشفى اللي حضرتك ذكرتيها اللي هي في حلب وفي إدلب اللي هم بالفعل يعني أنشئوا في الداخل. لأن الناس بتسأل أنتم متواجدين في الداخل، إحنا بالفعل متواجدين من خلال تنسيق عالي مع الهيئة العليا للإغاثة والتنمية، وإن شاء الله يعني الأزمة تمر سريعا. وأخيرا أوجه رسالة شكر للشعب المصري العظيم اللي واقف بجانب إخوانه وأشقائه في سوريا اللي هم ما زالوا ينتصروا منه الكثير بإذن الله. وإحنا بنشكركم وبنشكر نقابة الأطباء دكتور مؤمن الشيخ مسؤول قسم تنمية الموارد بلجنة الإغاثة الإنسانية، ودكتور عبد الرحمن جمال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، نورتونا النهاردة. شكرا ألف شكرا مشاهدينا، وكده تكون خلصت فقرتنا دلوقتي، بس لسه مكملين معاكم باقي فقرات. نهارك سعيد.